حبتدي هلأ اللحظة الممتعة في هذه الوصفة. الحشوة جاهزة، الباف مخبوز وبارد طبعاً لازم يكون. هلأ باستعمال سباتيولا أو سكين بسيطة، أنا ما بدي أقطع، أنا بس بدي أحاول هيك بذكاء بسيط أفتح العجينة عن بعضها، بس ما تنقطع. لاحظوا فتح بسيط. وأحط فيها كمية من القشطة حسب الرغبة. لاحظوا كيف أنا عم بملاها على الطرفين. وهلأ شكلها يمكن يبقى مش حلو مش مرتب، ما تشغلوا بالكم. الخطوة اللي حاملها حتعطيكم لوك في منتهى الجمال. هاخدها وأحطها في داخل الفستق، بس ما نغطيها قوي عشان يعطي جمال في اللون الأبيض مع الفستق بهذه الطريقة. وأكمل هذه الخطوات. وصفة ولا أسهل من هيك، بس إحنا ما خلصنا التقديم، لسه في إشي تاني هنشوفه مع بعض.